هذا واستعرض نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا في كلمته المسيرة المهنية والإنسانية الحافلة للأستاذ الدكتور رشاد برسوم، موجها إليه التهنئة على فوزه بجائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف عن رحلة عمر استحقت أن تنال التقدير والتكريم. وفي هذه الذكرى لمرور 10 سنوات على نياحة مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، اجتمعت اللجنة المعنية باختيار الفائزين لهذه الجائزة التي أطلقت بعد نياحة البابا شنودة الثالث وسميت باسمه جائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف، وكان راعيها أبينا صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني. ولإعطاء كل ذي حق حقه، قدم الأستاذ الدكتور ماهر أسعد ترشيحاً لاسم الأستاذ الدكتور رشاد برسوم، وقامت اللجنة بالمناقشة والدراسة، وقرر أعضاء اللجنة بالإجماع فوز الأستاذ دكتور رشاد برسوم واعتماد تزكية الدكتور ماهر أسعد. فالأستاذ الدكتور رشاد برسوم هو أستاذ متفرغ والرئيس الأسبق لأقسام أمراض البطنة ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة، وهو أحد أشهر 5 علماء في علاج أمراض الكلى. هو من مواليد محافظة أسيوط في 3 يوليو عام 1941. تزوج من الدكتورة منى توفيق فريد، وله 3 أبناء هن الدكتورة نهى والدكتورة نادين والدكتورة ميري، وله 5 أحفاد. تخرج من جامعة القاهرة عام 1963، وحصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنية سنة 1969، وحصل على عضوية الكلية الملكية البريطانية للأطباء، وتدرب في مجال أمراض الكلى والديلزة بجامعات باريس ولندن ومينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1972 ل 1976. تدرج في التدرج الأكاديمي وعين مدرساً بكلية الطب جامعة القاهرة عام 1969، وأستاذاً عام 1979، ورئيس أقسام الأمراض الباطنة سنة 1999، وأصبح أستاذاً غير متفرغ عام 2001، وأستاذاً متفرغاً عام 2011. ترأس مركز قصر العيني لأمراض الكلى من عام 1994 لعام 2000، وتولى أيضا العديد من المناصب. تعلم وتلمذ الكثيرين، وكل من تعلم على يديه يدين له بالولاء. تهانينا للأستاذ الدكتور رشاد برسوم بفوزه بجائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف عن رحلة عمر استحقت أن تنال التقدير والتكريم. أشكركم وأترككم لاستكمال برنامج هذا الحفل، وكل عام وجميعكم بخير.